دايما لما بنسمع عن الجهاد والنضال يجي واحد يقول لك ده ولا كأنه عمر المختار. يا ترى مين هو عمر المختار؟ هنعرف ده مع بعض النهارده في سلسله مناقشه تاريخيه. عمر بن المختار من بيت فرحات من قبيله بردان وهي جزء من قبيله المنفى. امه عائشه بنت محارب ويرجع نسبه لقبيله المنفى وهي واحده من اكبر قبائل المرابطين ببركه في ليبيا. واتولد سنه 1862 يعني من 138 سنه، واتولد في قريه جنزور بمنطقه دفنه في الجهات الشرقيه من بركه، وتربى يتيم بعد وفاه والده المختار ابن عمر وهو رايح مكه المكرمه مع زوجته. وبدا عمر المختار يدرس في زاويه جنزور، وبعد كده سافر للجغبوب وهي واحه من واحات ليبيا في غرب واحه سيوه، وقعد هناك 8 سنين يدرس على ايد كبار علماء ومشايخ السنوسية، وكان بيقودهم الإمام السيد المهدي السنوسي وهو قائد الحركة السنوسية. وتعلم عمر المختار اللغة العربية والعلوم الشرعية وكمان حفظ القرآن الكريم. فكان باين على عمر المختار علامات الرزانة والذكاء، وده اللي خلى السيد المهدي يمدح فيه ويعلي من شأنه بين علماء ومشايخ القبائل. وكان دايما بيقول مقولة: لو كان عندنا 10 مثل عمر المختار لاكتفينا به. وكان من صفات عمر المختار انه أجش الصوت وكان لسانه عذب ما بيطلعش بذائات، وانه كان بيختار الالفاظ اللي هيتكلم بيها او اللي هيستخدمها، ودي كانت اسمها فن الخطاب. فشارك عمر المختار في الجهاد مع المجاهدين في الحرب الليبيه الفرنسيه، وفضل فتره مقاتل ومناضل لحد ما اتعين شيخ لزاويه عين كلك. وهنا قعد فتره من حياته بيعلم ويشرح الدين الاسلامي في المناطق الفقيره اللي كان كلها جهله وما يعرفوش حاجه عن الدين الاسلامي. وبعد وفاه السيد المهدي السنوسي سنه 1902 تم استدعاء عمر المختار وتعين شيخ لزاويه القصور. وهنا بدا مرحله من الجهاد، لكن المرة دي ضد الغزو الإيطالي الليبي. وعاش عمر المختار حرب التحرير والجهاد من بدايتها يوم بيوم. فلما أعلنت إيطاليا الحرب على تركيا سنة 1911 كان وقتها عمر المختار في واحة جاله شمال شرق ليبيا، وكان لسه راجع من الكفرة وهي واحة في جنوب شرق ليبيا. وهنا قابل أحمد الشريف وهو مقاتل ليبي من الأسرة السنوسية، ولما عرف بالغزو الإيطالي راح بسرعة لمراكز تجمع المجاهدين ونظم حركة الجهاد والمقاومة. لكن في الفترة دي كانت انسحبت تركيا من ليبيا، وبعدها كانت أعظم معركة في تاريخ الجهاد الليبي وهي معركة يوم الجمعة. وهنا قدر المجاهدين إنهم يقتلوا للطليان 10 ضباط و60 جندي و400 فرد من جريح ومفقود، ده غير إن الطليان انسحبوا وسابوا أسلحتهم والذخائر. وبعد كده الطليان عينوا إيميليو حاكم عسكري لبرقة، وكان هدفه حاجتين: أول حاجة إنه يقطع المساعدات والإمدادات اللي كانت بتيجي للمجاهدين عن طريق مصر، وتاني حاجة انه يوقف القتال اللي كان بيقوم بيه المجاهدين في واحة العرقوب ومسوس. لكن القائد الايطالي واجه معارك من المجاهدين لحد ما حركة الجهاد دخلت مرحلة جديدة مع الحرب العالمية الأولى. وبعد الحرب العالمية الأولى والانقلاب الفاشي في ايطاليا، الأوضاع اتغيرت في ليبيا، وزادت الضغوط على محمد إدريس السنوسي وساب ليبيا وساب الأعمال العسكرية والسياسية لعمر المختار. وقتها كانت ايطاليا بتخطط للعدوان على مصر، ولما عرف عمر المختار حب انه يقطع على ايطاليا الخطط بتاعتها ونظم صفوف المجاهدين وتولى هو القياده العامه. لكن كان ساعتها بدا الغزو الايطالي على مدينه اجدابيا، ودي كانت مقر قياده المجاهدين. وهنا اضطر المجاهدين انهم ينسحبوا من المدينه وبداوا ينظموا في نفسهم ويمشوا ورا عمر المختار. وهنا بدا الاهالي انهم يساندوا المجاهدين ويمدوهم بالامدادات والمساعدات. لكن هنا حاولت ايطاليا ان هي تقطع المساعدات والامدادات عن المجاهدين، لكن انتهت المعركه بانتصار المجاهدين وحصلوا على غنائم واسلحه كتيره جدا. وده خلى ايطاليا تعيد النظر مره تانية في خططها، وامر موسوليني بتغيير القياده العسكريه وجاب بادوليو حاكم عسكري على ليبيا. بادوليو اتظاهر بالسلام في بدايه حكمه علشان يكسب وقته ويعمل خططه ويغير اسلوب القتال، وكمان طلب مفاوضه عمر المختار ووافق عمر المختار، وراح عمر المختار علشان يتفاوض معاه. وكان اتجاه المفاوضات انه يخرج عمر المختار من ليبيا، وهنا حس عمر المختار بالغدر، فوجه على طول نداء للشعب الليبي بيطالبهم فيه بالحرص واليقظه من العيب الطليان. وبالفعل طلعت توقعات عمر المختار صح، وفي يوم 16 يناير 1930 ضرب الطيران الايطالي المجاهدين بقذائف. وفي نفس السنه في معركه السنيه وقعت من الشيخ عمر المختار نضارته ولقاها واحد من الجنود الطليان وودها للقائد بتاعه، واللي قال دلوقتي معانا النضاره وبعد كده هيبقى معانا الراس في يوم من الايام. وفي 11 سبتمبر 1931 كان الشيخ عمر المختار بيستطلع في منطقه اسمها سلطنه، فعرفت القياده الايطاليه بمكانه وبعتوا جنود علشان يحاصروه، وبالفعل اعتقلوه. وعملوا محاكمه هزليه بتتكون من جنود طليان، ووجهوا ليه الاتهامات لمده ساعه، وفي الاخر نطقوا عليه بالحكم بالاعدام. فقد رد عمر المختار على حكمهم ان الحكم الا لله لا حكمهم المزيف، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وفي تاني يوم حضر 20 ألف من الأهالي وجابوا الشيخ عمر المختار، وكان في إيده الكلبشات
وكان على وشه ابتسامة الرضا بالقضاء والقدر. ولما اتحط حبل المشنعة حوالين رقبته شوية من الناس قالوا انه كان بيأذن اذان الصلاة بصوت واطي، شوية تانيين قالوا انه كان بيقول الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية، علشان تكون مسك ختام لحياته البطولية. وتنفذ حكم الاعدام وبدأ صوت الزغاريد يطلع من الجمهور لاستشهاد المجاهد عمر المختار. دي كانت حلقتنا عن البطل عمر المختار اللي الشعب الليبي في امس الحاجة الواحد زيه دلوقتي، وخصوصا في الاوضاع اللي بتمر بيها. ما تنسوش اللايك والشير لو انتوا على الفيسبوك، والسبسكرايب وتفعيل الجرس لو انتوا على اليوتيوب.